بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة وخلق كل شيء فقدره تقديرا بإرادته ومشيئته. ثم الصلاة والسلام على أفضل البرية سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشاعر: فعقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات. هذه المقالة تدل وتشعر الحزن الذي يحدث بعد الموت. إنما تموت تأكد أن الدنيا لن تحزن عليك، وحركة العالم ستستمر، وأموالك ستذهب للورثة، وأنت ستحاسب عليها. أول ما يسكت عنك عند موتك هو اسمك. لذلك سيقولون: أين الجثة؟ وعندما يريدون الصلاة عليك سيقولون: احضروا الجنازة. وعندما يشرعون بدفنك سيقولون: قرب الميت، ولن يذكروا اسمك. لذلك لا يعرف مالك ونسبك ومنصبك وأولادك فيما أتفق هذه الدنيا. وما أعظم ما نحن مقبولين عليه. فيا أيها الهي الآن، اعلم أن الحزن عليك سيكون على ثلاثة أنواع. أولا، الناس الذين يعرفونك سطحيا سيقولون: مسكين، الله يرحمه. ثانيا، أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أياما ثم يعودون إلى حديثه بل وضحكه. ثالثا، الحزن العميق في البيت سيحزن أهلك أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين أو حتى سنة، وبعدها يدعونك في أنيش الذكريات. انتهت قصتك بين الناس وبدأت قصتك الحقيقة وهي الآخرة. لقد زال عنك الجمال والمال والصحة والولد. فارقت الدور والخصوم والزوج، ولم يبقى معك إلا عملك. والسؤال هنا: ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ هذه الحقيقة تحتاج إلى تعمل. لذلك احرص على الفرائض والنوافل والصدقة السر والعمل الصالح والصلاة الليل وحسن الخلق. لماذا يختار الميت الصدقة؟ لو رجع الدنيا كما قال تعالى: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ولم يكن لأصلي أو أصوم أو أحج. وكما قال العلماء: ما ذكر الميت الصدقة إلا العذر، ما رأى من أثرها بعد موته. أصدق بالله زراء مرجيته في الثالثة السنوية.